لم يتشابه البقر عليهم، فقد عرفوا لونها وصفتها واستولدوها. وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. يتحدث الناطق باسم كتائب القسام عن أمر سبقه إليه القائد العام للقسام محمد الضيف خلال إعلان طوفان الأقصى. فما شأن البقرة؟ هي بقرة ورد ذكرها في العهد القديم، وفسرت باعتبارها شرطا للتطهر والخلاص آخر الزمان، وهذا يستوجب لدى اليهود المتشددين إقامة الهيكل الثالث المزعوم مكان المسجد الأقصى. والبقرة الحمراء الصافية ذات العامين والأوصاف الاستثنائية هي أداة التطهر لمن سيهدمون المسجد حين تذبح في جبل الزيتون وفق طقوس معقدة، لأنهم وفق اعتقادهم مدنسون الآن بما يسمونه دنس الميت، ولا حل لهم إلا برماد البقرة الحمراء. بحثوا سنوات دون جدوى حتى وجدوا خمسا في تكساس الأمريكية ذكر أنها نتاج هندسة وراثية، وقد وصلت إلى إسرائيل قبل عام وأربعة أشهر بدعم حكومي، وتردد أن موعد الذبح كان سيحين في أكتوبر الفائت، مما دفع المقاومة الفلسطينية لاستباق الأمر. ويواجه الأقصى منذ احتلاله عام 67 انتهاكات مدفوعة بمزاعم دينية لإقامة هيكل لم يثبته تاريخ أو أثر. والأقصى المبارك عند المسلمين جميعا هو في صدارة المواجهة، خصوصا بعدما قويت شوكة الصهيونية الدينية وبات صوتها أعلى في قيادة إسرائيل. ويرى مراقبون أن وحشية الحرب على غزة تتغذى من التطرف المتدثر بالسياسة، وقد سمع العالم نتنياهو بداية العدوان وهو يتحدث عما دعاه تطبيق نبوءة أشعياء على الأشرار، ثم يسقط قتال العماليق في نصوصهم على الفلسطينيين بما في ذلك من حث على القتل والتنكيل. وإذ يرى كثر في ذلك التفافا على دينامية الصراع بوصفه احتلالا ومقاومة، فإنه يعيق واقعيا من جهة إسرائيل قيام دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس لتصادمه بعقائد تجعلها موقع الخلاص اليهودي، بما يحيل إلى تناقض إسرائيل في تقديم نفسها بنفسها. في الهوية هي تداخل ملتبس بين القومي والديني وفي قانونها وطن تاريخي للأمة اليهودية، لكنها تتغنى بنظام علماني يبدو أقرب لما توصف بقشرة هشة يندفع منها تشدد يتماهى مع الاحتلال الغاصب لمقدسات المسلمين والمسيحيين. على هذه الأرض المحتلة وفق القانون الدولي تتحشد معتقدات وممالك غابرة وتاريخ ماثل، وفيها اليوم من يدفعون عنها بأرواحهم إجرام الاحتلال بأسلحته وأساطيره وأبقاره.